يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد خصوا من الوهاب يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد خصوا من الوهاب هم ناصر المختار في تبليغه فجزاه الرحمن خير ثواب ما بال أهل الغي طال لسانهم وتجرؤوا ورموهم بسباب.